ولدى وصول حضرة صاحب الجلالة وضيف البلاد الكبير خادم الحرمين الشريفين إلى قصر الروضة، صافح خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين في المملكة، كما صافح جلالة الملك المفدى أصحاب السمو الملكي الأمراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين. وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بأخيه خادم الحرمين الشريفين في بلده مملكة البحرين، معربا عن اعتزاز البحرين وشعبها بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات البحرينية السعودية وما تقوم عليه من أسس راسخة من الأخوة والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا، مؤكدا جلالته تقدير المملكة للمواقف التاريخية المشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه البحرين وشعبها. بعدها استعرض جلالة الملك المفدى مع أخيه خادم الحرمين الشريفين مسار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك في الميادين كافة، وأكد الحرص المتواصل على تعميق وتنمية العلاقات الثنائية وتطوير آليات التنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين. وعرب خادم الحرمين الشريفين عن اعتزاز المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع شقيقتها مملكة البحرين وبالمواقف الأصيلة للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تجاه المملكة، سائلا الله أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الكريم ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة مأدبة غداء تكريما لضيف البلاد الكريم والوفد المرافق.